زلمه ما بتجامل. شو رايك فيه؟ فرات في عندك شغله، انت عصبي. طلع باللي حواليك. التعصيب على طول بضرك قبل ما يضر غيرك. بينزع علاقتك بالناس. لا تخسر الناس اللي بيحبوك. العطل منك يا فرات. مجرد فنجان قهوة كان مستحيل معك. ايه وهلا عم نفطر سوا، تخيل بقى. بس ما تنسى لسه في شغلة كمان. وطولت كتير إذا بدك. مثلا شو؟ مروى خانم؟ اها، لازم يتترخ اليوم بحروف ذهب، هي أول مرة ما بتخربت. حلني أحفظه بقى مو؟ إلا شوي فقدت الأمل يا عدنان. إذا كان قرارك نهائي لازم يكون في اتفاق طبعا. وقتها لازم تفرغ حصتك لشريكك. طبعا فيك ما تفرغها لنفس الشريك، إذا بدك تفرغها لطرف ثالث مثلا. هاي ايلول. هاي ايلول. كيفك فتون؟ منيحة ايلول، وقعدة أنا وشام. ما إجا أبوها؟ لا. ايلول بتعرفي شو صار اليوم؟ المدير عطل الفصعونة شوكولا وكتير انغزط والله. لحظة براء، أنت مانك فهمان، مخي كله معلومات. اسألني عن فلسفة أرسطو بس ما تعلمني السواقة. بيفوت الدرس من هون وبيطلع من تاني جهة فورا. تمام، منه بعلمك السواقة ومنه كمان بتفضي راسي. ليش أنت اللي رح تهدي بابا وقت اللي رح أرسل؟ بقله أنه هي رسبت بس على الموتور ممتازة كتير. وقبل ما تخلص الجملة بتكون أكلت الضرب. لهالدرجة؟ وأكتر يا رفيقي. اركبي. في عصاية طويلة وخيط نزله لقلب المي هيك، بعدين نسحبها من جوات المي. بس مو لحالي رح أصطاد، رح يعلمني جده ورح نلبس كنزات الشط. بس إمتى رح تروحوا؟ قال إمتى ما بدي جده، وأنا قلت له منروح بكرة. حلو، بس ما كان لازم تستأذني من حدا؟ بابا خلينا نروح، الله يوفقك. ماشي، بس في شرط. أنا موافقة. بالأول مو لتعرفي شو هو؟ طب قلي. أنت بكرة بتروحي على الصيد، واليوم أنا وأيلول منطلع نتعشى، اتفقنا؟ خلاص إيه. تمام يا حلو. أيلول اليوم إفراج. يلا أجيت. الحلو سمح لك. باي باي يا عمري. باي باي. ليكي لا تطولي. إيه؟ لا لحظة، مو من هنيك، من الطرف الثاني. ما فهمت. الشوفير اليوم انت. بس انا بلاها اليوم. رح كون جنبك اطمن. يلا نشوف. هيك منيح؟ كتير منيح. شايفه شلون عم تسوقي؟ ما في داعي لتخافي ابدا. برا اسكت، ما عم اقدر ركز. برا الموتور. ايوه سهل كتير. اهلين بالحلوين، كيفك شام؟ انا منيحه خالي اسيا. شو بابا مو هون؟ تركني من بابا هلا وفرجيني الجلاء بسرعة. رأي صح. للصبح وأنا عم استنى لترجعوا. كله ممتاز، شوفي. وجلاء لشام كمان. أفارم عليكم والله، برافو. ساويت لكم كيك بالزبيب. أنا كثير بحبه. من الصبح ونحن عم نشتغل. هلكنا اليوم. يومك كان صعب؟ صعب كتير، واحد من أصعب أيامي بالشغل. يا ريت كان فيني ساعدك. أنت عم تساعديني أصلاً، دايرة بالك على ناس. بالنسبة إلي أنا ما في شي عندي أهم منك.
بس الظاهر حنصير نداوم عندك كثير. فول تايم يعني. ليكي انا رواتب ما بعطيها. ما في عندي مشكله، بس ناس لازم توافق. ما عليكي من ناس، براضيه بشي لعبه. بس اكيد ما رح تكون كنغا. ما بدك تنسى. ما انت في شغلات كمان ما عم تنسيها. ممكن تعطيني مثال؟ مثلا ما عم تقدري بلا كلمة حضرتك، وفي فرات بيك كل ما حكيتي فرات بيك فرات بيك. بس تعودت هيك؟ كمان أنا كنت متعود غير مربيات ناس كل 15 يوم، بس الوضع تغير هلأ ولا شو؟ تمام، رح حاول اتغير. رح تحاولي؟ فرات بيك. العمى العمى شو تعبت اليوم؟ كنت رح موت من كتر الشغل. كل يوم تجي هيك من الشغل ميتة وبتنقي قديش تعبانة وفطسانة. حرام لو عم تشتغلي بالفعل مو هيك والله. لو كنتي محلي كنتي حسيتي اليوم غير كل الأيام. نسيت. تفضلي يا ملك، بلكي بتبطلي مقلسة شوي. مين أنا؟ أنا ما حكيت شي فتون مو هيك؟ لا حرام، حاجتك لقلقة بقى. يا ستي ما فيكي تسكتي ملك، بس ولا يهمك، من اليوم ورايح أنا بسكتها بالمرة. شكرا حبيبتي، أنا واثقة منك. بعتني بدقيقة قدامك ولسه واثقة منها؟ على القليلة أنا ما بتراجع. لسه من شوي نكرتي كل كلامك. كم وش إلك ست ملاك؟ مو كتير. زينة مانا هون؟ راحت على البيت تعمل أكل لأبوها. طيب هاي هي هديتها. شو عملت؟ باعت العلب؟ عجبه للزلمة وعطاها سلفة لغير طلبية كمان. ياي حلو كتير، معناتها انحلت مشكلة الأجار. بس بيسعدني انه اعرف في حدا جنبي. شكرا لاهتمامك ولو انها ما بتكفي. هي اكيد ناس. نعم مريني يا قلبي. شامو عمورة عنا؟ ماشي روحي، نحن جايين هلا. ماشي اوكي حبيبتي. في عنا ضيوف؟ يعني قصدك نقوم فورا؟ إذا ما في مانع فرات بيك. لا بقوم بس تقولي فرات حاف. خلينا نروح يا فرات. هيك بدك؟ ما بدي أقول أيلول إلا إذا بدك.
خلصنا بقى. بدك تتعودي. جبت هدايا للولاد ولازم اعطيهم اياها. تمام. صار فيكي تفتحي. حلوه كتير. شايفه هدول الدواليب اللي ورانيه بتخليكي تتوازني. ما بدك تجربيها؟ يلا جربي. طول عمري كنت احلم بسكليتي عمورة. اي بس هاي زرقاء، انا كان بدي اياها حمرة. انا بحب الاحمر كمان، بس هن جابوها زرقاء. لو سالوني كنت جبتها لونها احمر. أصلاً مالي غير حفيدي وحدي، ماني معترف بالبقايا، كلهم مثل اللي خلفهم. شبك بابا؟ التفت على الأولاد؟ وين الجلاءات؟ ما حدا فرجاني العلامات، ما حدا منهم مرق له لطفة. أكيد رح يجوا بكرة. بكرة ما رح يمشي الحال. سيدي كل شي تمام؟ كل شي تمام، بس وين طاقيتي؟ الطاقية اللي بلبسها على الصيد دايما. لوانت وين طاقيتي؟ ما بعرف، بتكون محل ما بتحطها. لا تكذب لوانت، طول الصيفية عم تتمخطر بطاقيتي، وهلأ صارت محل ما بحطها دايما. بس بابا اللي بعرفه انه هي طاقيتي. اسكت. ليش انت في عندك طاقية للصيد؟ دائما تاخد اغراضي. طيب طيب مثل ما بدك، ما رح جادلك. لا تجادلني، لاقلي طاقيتي وبس. طيب ماشي، طاقيتك موجودة عند البياع، بكرة منروح منجيبها وتكون جديدة كمان. اسمها عندي طاقية، ليش جيب غيرها حبيبي؟ بابا اللي منين منا نجيبها هلأ؟ بيظهر كل الولاد مثل بعض. إذا من هلأ عم تعمل بأبوك هيك بس خطير، شو رح تعمل؟ يعني عن جد مو معقول. انت اللي عملت قصة مشان الطاقية، لا وبالاخير طلع الحق علي. لوان جيب لي الطاقية واسكت. اخ منك. شام تعخلي، هي هديتك. شكرا عمو فرات. عفوا. وهديتي انا وين؟ شوف شو هي الهدية. وين جلائك؟ هاتي وخذي هدية. جلائي بابا. لكان. يا الله، وليش ما أرجيتني إياه من قبل؟ بالله عملناه هلأ. قصدي اليوم إجا. لنشوف. حلو، كله ممتاز، وبالشيطنة كمان ممتازة. طبعا ممتازة. إيه بس ما عاد في هدايا. كأنه بابا عم يمزح معي. بلكي بتلاقيها، بلكي في شي بسفل الكيس مثلا. طيب مندور كمان. في شي بالكيس. هاي في هدية. يلا حبيبتي منشوفها بالغرفة لأنه رح ننام، عنا فئة بكير. ايه بدنا نروح مع جدة ونصطاد سمك. وليش ما حدا خبرنا نحن؟ شو مبسوطة، رح اصطاد سمك كتير. ليش بتعرفي تصطادي سمك؟ لا ما بعرف، بس رح تيجي انتي ورح يجي معي جدي. بس بكرة لازم ضل هون بالبيت، بعدين انا ما بعرف صيد سمك. معناتها بتاكلي السمك اللي انا بصطادهم. ناوية تصطادي كتير يعني؟ طبعا. عم توقي منيح. استني توازني. توازني يلا منيح. عمورة لك انا معك، لا تخافي. يلا اوف عمورة. معقول انتي خايفة؟ عمورة لك انا ماسكك، لا تخافي ما بتوقعي.
توقعي خلاص. عمورة بدي شغلة منك. قولي لشوف. يعني برأيي أنت تروح توقف بعيد، عم أتلبك وأنت عم تصرخ جنبي. عفوا، بس هلأ أنت بتوقعي أو يلا عمورة الله يخليك. ماشي. ليكك عم تعرفي تسوقي؟ أنت كنت عم تلبكني. شان شان قومي. ايه منيحة سوقتي، منيحة ما؟ ايه منيح. أذيتي حالك شي؟ لا. وإلا رح تضيع البنت منك، وبعد ما تروح منصير أنا وياك من العجايز عجوزين وعزاب كمان. إيه لك شغلة؟ أحياناً أنت ما بتنطق، ما رح تلاقي أحسن مني بوس إيدك وحط على راسك. عينك جوالك جاهز سجل، ما راح اعيده مره ثانيه. الظاهر عم اكبر وعم ضيع كمان. عرفت سوق عموره؟ إيه برافو، بس انتبهي. بعد يلا رح اسجل لك. بعد عم تلبكني. يلا شبكي مبين مهمومة كتير، ما شام خلتني اتذكر الموضوع. المشكلة ذاتها ان شاء الله بنحلها. حضرتك يعني انت حالتك مو احسن من حالتي. عم فكر بقصة مؤيد. يا ريتني فيني اقول منحلها. ستي صباح رباح. هذا جده اكيد. جايه خير ان شاء الله. صباح الخير. صباح الخيرات، اهلا وسهلا فيكم. شو وينهم؟ لسه نايمه يا ناز؟ لا مو نايمه، لكني جيت. تسلمي لي. تمام، طالما الحلو فا ما عاد بدنا حدا. شوفي من عند الصبح رح اطلع البس فورا جدو، ما بتاخر. ماشي ما تطول. ايه صباح الخير. فايق الساعة 6 يا زلمة، داري صحتك. ايه استاذ صباح الخير. يسعد صباحك. جدي هلا انتوا رايحين تصيدوا؟ ايه واخد معي حفيدتي الوحيدة. ايه موفقين. ايه سلام جدو. ايه لوين؟ هاتوا الجلاءات، هاتوا لشيك عليها. طيب بس ترجع بتشوفها؟ لا هلا بدي اشوفها. عم صادق عم يتمقلس العنفورات وراك. انا برجيك. ليش عم تتمقلس؟ عمرك ما شفت صياد سمك؟ لا يا بابا، معقول هالحكي؟ لسه ما جبتوا جلاءاتكم؟ بابا منيحة، كلها منيحة مثل العادة.
ايه تمام، بس ما بتستاهلوا تروحوا على الصيد. لو اني شفتها كنت اخذتكم. لا يا كنا رحنا والله. ايه ما يلا كسلانين نزلوا لتحت. يلا جلو. خلص جدو انا جاهزه، بس مشان ما يهربوا السمكات. ما بيهربوا جدو لا تخافي، انا طلبت منهم يستنونا. الله معك، نرجع المساء ومعنا سمك بيعشي ضيعه بحالها. آسيا ما تطبخي شي للمساء؟ الليله رح يكون العشاء اطيب سمك. تكرم سيد صادق. فرات؟ نعم. لازم نحاكي شام؟ اي والله. امتى بدك؟ لازم باسرع وقت ممكن، رح يجي ابوها اليوم يتمم الاوراق. طب شو لازم احكي؟ ما بعرف. وانا ما بعرف. ما لازم نفتح الموضوع دغري، صعب القصه كتير. معك حق، بس رح تساعديني ما؟ طبعا. طيب انا بقلك منكون سوا وبطريقه سلسه بتبلش الحديث، وانا بقعد بسمع من بعيد. ايه رايي منيح هيك. انتبهي للسناره منيح، اذا لقيتيها صارت تهز بتكون علقت فيها سمكه، فهمتي جدو؟ ايه. طيب كنت تصطاد انت وبابا جدو؟ اوهو طبعا كتير، بس ما كان هيك شاطر مثلي، من طول عمره بيلتهي وبدهرب السمكات. بس ما بتهرب مني ما؟ شو هالكلام؟ مستحيل جدو، كلها بتضل. شو عم تساوي نورا؟ عم طالع اللحمة مشان وقت العشاء. ايه لا رجعية ما رح نطبخ لحمة الليلة. شو رح نعمل؟ السيد صادق رح حصد هو وناز، وقال ما نحضر شي على العشاء اليوم لأنه حيجيبوا سمك معهم. نطرته كتير ما إجا، ولما حسيت إنه ده خلقي إجا عمورة لعندي. إيه يمكن ما أدري يا شام، بس هي تاني مرة بيعملها، الجمعة الماضية هيك صار، قال جاية استنيته وما اجا. مين بابا؟ كان لازم يشوف جلائي وما اجا، حتى انت اللي جبت لي الهدية لازم هو. لا تزعلي كل الاباء هيك. ما بعرف، ظاهر لازم نسأل ولادك، هنن اكيد ادرم مني. انت مفكرة انه انا ما عانيت مع ابي؟ تعرفي لبابا ما؟ كتير لذيذ، بضل طول الوقت عم يضحك. ايه بس اسأليني انا، بعد ما كبر وشاب صار يبين بشوش. قبل كان عصبي؟ ما كان يبتسم لما كان قاضي. لما كان بيقطب حواجبه كنا نرجف انا واخي. معقول بتخاف؟ بس ما بدنا نضيع الموضوع ما؟ ونحن صغار ما سكننا بمحل واحد بنوب، كان بابا كل ما بده ينتقل بدنا ننتقل معه، حتى علاماتنا تدهورت ما بنساها بالمرة، كل سنة يضوج علينا. ومدري انه سنة يمكن بالتاسع وقت قال لي اسمع، والغريب ما كان معصب، قال لي ليك جيب علامات منيحة وإلك بسكليت جديدة، وفعلا بلشت بالدراسة. وشو لون البسكليت؟ شو كان؟
طبعا احمر. عن جد احمر؟ ايه، بهداك الزمن ما كان كتير يفرق اللون، كله منيح. المهم وقتها جبت جلائي كله منيح، بس ابي ما كان بالبيت، انتقل لمكان تاني وسبقنا ليأمن بيت، وهيك البسكليتة راحت. يعني ما جابها؟ بس بتعرفي شو، لما رجع ابي بعدين كان جايبها معه، انبسطت فيها كتير. ضلت عندي 4 سنين وين ما رحت بسكليتي معي. اوكي، شو صار بعدين؟ رح قلك شو صار. اللي صار اني فهمت احيانا الاباء غصب عنهم بيجرحوا اولادهم، ومرات يمكن ما يفهمونه كتير، بس هذا الشيء بيكون لمصلحتهم. لسه ما دقت ايلول؟ لا والله ما حاكتني، يمكن لسه ما قالت له، او بتكون ما لقت فرصه مناسبه. ايلول بدها تحضرها شوي قبل الموضوع. مضطره المسكينه، ان شاء الله بتقدر بلا مشاكل. الاباء بيخبوا عن اولادهم احيانا، يعني ما بيقدروا يحكوا كل شيء مع الاولاد، يمكن ليحمون من الالم. يعني انت بتقول انه بابا عنده اسرار مخبيه عني؟ ما بعرف، بس بظن انه عنده اسباب مو عاديه حتى منعته يجي. ايه بس انت دايما هون. انا عم كون هون لما تيجي انت، بس في اوقات ما بكون فيها بنوب. اسالي ايلول. مزبوط، ما بتواجد كل وقت، حتى مره عموره واخواته زعلوني، بتتذكري؟ ما طبعا كان إلهم حق، طبعا ما حكيت، اصلا ما كنت اقدر احكي. ايه انا ما عم افهم لوين بدكم تصلوا. مو لقرني، بس عم ندردش. ناز شو عاملة؟ ما قلت لي السمكات وعدوك يجوا؟ امبلا حبيبتي، بس ما وافوا بعدهم. كان في عنا نهر بضيعتنا وكنا نصطاد سمك كتير بالشبكة. شو هي الشبكة؟ شو الشبكة؟ عم تهز سنارتي. ليك جدا عم تهز سنارتي. تمام تمام، صدت سمكة صدت سمكة. نفل خيط على مهلك شوي شوي. برافو، ما عدنا بعازل الشبكة. صدت سمكة. هي أنا صدتها. يا حبيبتي هي السمكة إلي أنا صدتها. يا حبيبتي سمكتك طبعا، تسلم إيديكي، شايفة ما أحلاها؟ صار السمكات على الطريق، أنا متأكدة هي السمكة خبرتني. طالما في هيك شيء من الأول ليش ما خبرتني؟ بس يا حضرة المدير، ما كنت فرجيتك شاملة وكنت مخبرني من الأول. عجبك؟ شو ذنب البنت؟ الكل مستنفر، شلون بدنا نخبر شام بدون ما نأذيها؟ ايه صحيح، بس ايه طبعا، كيف بدنا نقلها ابوكي ما عاد بده اياكي؟ يا اخي خاف ربك. حضرة المدير اسمعني. شو لك، انا رح تختار المصاري لان اسهل من الترباية. ما رح اترك بنتي شام. العمى على هالقصة. شو قلت؟ ما رح اترك بنتي ابدا، ما رضيت. لو عطوني كل شيء في مصاري الدنيا ما بتسوى ضفر بنتي شام. شو عم بسمع؟ شو عم بسمع؟ احكي هيك من الاول يا زلمه، الله يهديك. يا حرام يا ايلول، عم تحاكي شام هلا؟ ايوه ايوه ايوه. عمورة لسه بيتذكر امه. ناز مو كتير، كانت بيبي وقتها. قصتي غير يا عمو، ولادك عندهم انت. صح انه امهم ماتت، بس ضل عندهم بابا. مزبوط، بس هذا مو معناه انه بعتذر. ايوه حضرة المدير. ايلول حكيتوا شي مع شام؟ فرات بيك عم يحكي معها، وان شاء الله ما قالها. لسه مو كل شي خير. شوفي هي ابوها لشام قاعد قدامي وغير رايه. صحيح زينة عم تخبرني عن شغلة اخذت صفقة جديدة. المهم مرات بتصير شغلات بتمنعنا نختار اللي بدنا. طيب طيب،
يعني شو مثلا؟ يعني مثلا مثلا فرات. بس غادة بنتي بحبها أكيد، إنما فرات. إنما لا تخبرها كرمال دراستها، ممكن تروح على غير مدينة. لا تخبرها، ويمكن اضطر خليها تروح على غير بلد. تروح يعني بجوز أني اضطر. شبك يا إيلول؟ أبدا، تمام تمام زينة، باي باي. خلصت. زينة قالت أبوكي بالملجأ، قال إجا لحتى يشوفك. بالله يا عمو، فينا نروح لو سمحت؟ إيه طبعا طبعا فيكم. رح جهز حالي على السريع. لك شو صار؟ ما فهمت. أبوها بالملجأ، خلص ما رح يترك البنت أبدا. عن جد؟ إيه عن جد. والله منيح. كفك. سمكتك كذابة يا ناز، ما في ولا شيء. شو رح نساوي؟ كان بدنا نتاشى سمك اليوم. يلا، وأكدت عليهم ما يطبخوا شيء. لا تزعل عن، بس بدي أقول شغلة. شو بدك تقول؟ شو القصة؟ ولا شيء، ديت. طيب ألو عمران. مرقت ساعة وقال نص ساعة وبيجوا. لو صار شي كانوا خبرونا، ما إن شاء الله ما في شي. هلأ عرفت شاملة مين طالعة، وهي كل ما بتتأخر عنها بتقول هيك. نستنى خمس دقايق، إذا ما أجوا بنتصل. بتحط الطعم بالسنارة ما هيك؟ طبعاً. تأمرني شي تاني يا بيك؟ لا لا لا، سؤال بس، حبيت أسأل. حطهم بالسطل. إذا بدك بحط لك فون شي سمكتين ثلاثة عايشين. إيه ماشي يا علي، بس وينك علي؟ بيناتنا ها؟ ولا يهمك سيدنا، لا تخاف. ثلاثة كيلو ما؟ لا، خلين أربع كيليات، نحن كتري. يا ولاد القصة بيناتنا ها؟ تمام. تمام. شام يا روحي، يا أغلى من روحي. ليش ما أجيت مبارح؟ طول وقته بالشغل. بس ليكي شو جبلك؟ بسكليتة؟ وحمرة كمان؟ عمو فراد، البسكليتة حمرة. بابا الله يخلي لي اياك. ويخليك يا رب. على مهلك. كيف زبطتها؟ ما زبطتها هيك، دقيت لعمران وجابها. كلك ذوق. هاي صفات المدير الناجح. هذا مطرحي. عم صادق؟ خلص خلص خليك. فرات ما في شي بابا. أنا بشويون عنك، الدخان بيضرك. روح اقعد هنيك، أنا مرتاح هون، روح اقعد على الطاولة. أمرك. شو هاد يا؟ خلص اتركه. هلا شوفوا شلون رح يقلي تعال شويون، بس أنا ما حرد عليه. وقت اتصرف. الله الله الله.
شو هالسمكة؟ كلهم من ايد بقداش وناس. ايه ما في شكرا يا جماعة؟ جدو اول شي مناكل وبعدين نشكرهم. حبيبتي انت اللي صدتيهم؟ انا كيف بدها تعرفن انه بيجوا معلمين من الهية؟ شو هاي؟ يعني البحر. بنتك صيادة شاطرة كتير، تزت وتسحب بالسنارة. هذا اللي صار، بقداش شافها. وانت كمان معلم بقداش؟ صيد السمك يعني، تزت وتسحب وتعبي السنارة ما؟ ما شاء الله. فرات ليش عم تعمل ليك مع بقداش؟ ها؟ شو بابا؟ عم نحكي بس، مو بقداش؟ عم صادق. شو؟ يا بنت امتى تعلمتي على البسكليتة؟ امبارح عمورة علمني. ما علمك منيح، لسه ما فيكي تتوازني. لا مو هيك، علمني منيح بس بسكليتو اصغر من هاي، لازم اتعود عليها. معناتها انا بعلمك، وشوفي السواقة حبيبتي. بالله شو تكسري لي اياها والله. شو كتير سمينة مثلا؟ شو ما رح تحكي؟ شو الحكي اللي؟ شو القصة؟ بدي اقول شغلة بابا. جراءاتنا كتير منيحة، ما منستاهل تاخدنا شي رحلة حلوة؟ والله معه حق يا فرات، كل السنة عم يدرسوا بيستاهلوا. بالله شو، بس مو قبل ما خلص انا الفحص. عم نستنى فحصك لكان. اوكي موافقة بعد فحصي. نحن بدنا نروح على أستراليا كمان. ناس بدها تروح على أستراليا. ليش هي بتعرف غيرها؟ كأنه أستراليا الجنة يعني. أنا عندي اقتراح، منروح على إنطاليا السنة. إذا بدك روح لحالك على إنطاليا. إذا بابا سمح لي بروح طبعا. ما بسمح. لا ليش لا بابا؟ لأنه أنا بدي هيك. كانت لفتة حلوة منه، جاب بسكليتة لشام. مو أي حدا بيتصرف بهالذوق. إيه والله لو شفتي شام على البسكليتة شو مبسوطة. بس بذات اليوم كأنه مو هو، انقلب، بدل كل شيء، كأنه ما صار من الأصل. والله ما بعرف ليش. أصلاً على طول متقلب، دخلك هو برج الجوزاء شي؟ أنا شو بيعرفني شو برجه؟ ما سألته ولا مرة. طيب أيلول ما تعصبي، شو حكينا؟ أنا مو معصبة مني ولا حتى منه، يمكن معصبة من ما بعرف. ليش هي بتعرف غير هالبلد؟ كأنه أستراليا الجنة. العمى شو بيغيظ هالحكي؟ وأصلا مو منه الحكي. ناز وشوشتني بإذني وأنا كررت كلامه وبس. إيه الرجال عجيبين، مين بيفهمون؟ متى ما حطوا قصة براسهم بيتنحوا. حاكي للطق روحك أو لحتى يطلع الشعر على لسانك، بس عبس. بس هي معيشة يا مروة. لا ستي عيشة، اسألي المتجوزين إذا بدك، ما هيك عيشتهم؟ هذا لؤي؟ يمكن التليفون رد على سيرة الجواز. حاجتك مزح مروة. ألو؟ كيف الحلوة؟ منيحة، وأنت؟ ماشي حالي بس تعبان شوي. رح طلع لك الشناتي. وينك أنت هلأ؟ أنا هلأ بتركيا، وعلى طول سكرت دفتر أستراليا ورجعت على اسطنبول نهائياً.
ما قدرتي تجي لعندي، امتى جيت انا لعندك، هذا اللي صار.